الآن نحن على موعد مع كلمة معالي وزير الأوقاف الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة رئيس المسابقة، فليتفضل مشكورا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم أنبيائه ورسله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. معالي المستشار علاء فؤاد وزير الشؤون البرلمانية ومجلس النواب، سماحة السيد محمود الشريف وكيل أول مجلس النواب ونقيب السادة الأشراف، سعادة الدكتور عبد المحسن بن محمد القاسم إمام الحرم النبوي الشريف، السادة العلماء والسفراء والأئمة والواعظات، الحضور الكريم، ما أجمل أن نعيش هذه اللحظات على مائدة القرآن الكريم ومع أهل القرآن الكريم لتكريم حفظة القرآن الكريم، حيث يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله عز وجل إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه أو الجافي عنه وذي السلطان المقسط. وقد استمعنا في هذه اللحظات الطيبة إلى ثمرات يانعة من ثمرات هذه المسابقة العظيمة، وبإذن الله تعالى سنقدم ابننا القارئ مع زملائه من أصحاب الصوت الحسني أوائل المسابقة إلى الهيئة الوطنية للإعلام للنظر في اعتمادهم في القراء المعتمدين بإذن الله تعالى. وبهذه المناسبة نتوجه بكل الشكر والتقدير لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على تفضله برعاية هذه المسابقة وإكرامه وتكريمه لأهل القرآن في عادتنا السنوية في احتفال الوزارة بليلة القدر إن شاء الله تعالى. كما نشكر السادة المحكمين سواء من السادة الضيوف أم من المحكمين المصريين على ما بذلوه من جهد طوال أيام المسابقة لتخرج على هذا المستوى بتميز من يستحق هذا التميز. وأيضا نشكر كل أبنائنا المتسابقين ومن أولونا هذه الثقة بحضورهم ومشاركتهم في مسابقة الأوقاف المصرية الدولية للقرآن الكريم. كما نشكر أبناءنا من المتسابقين المصريين الذين شرفونا بأدائهم المتميز، ونؤكد وأمام السادة المحكمين وكل الحاضرين أن المسابقة كسائر المسابقات التي نجريها تمت بشفافية مطلقة ونزاهة تامة وآلية إلكترونية لا تمييز فيها على الإطلاق ولا مجال لأدنى مجاملة، فالطالب هو الذي يختار أسئلته عبر جهاز الكمبيوتر، وكل محكم يضع الدرجة دون النظر إلى صاحبه، وتجمع الدرجات بكسر المئة إلكترونيا وتظهر على الشاشة أمام الجميع، والمسابقة بكل فعالياتها مسجلة ومبثوثة، يمكن لأي أحد في العالم أن يطلع على ما سادها من نزاهة وشفافية من أهل القرآن الأفاضل. والحقيقة كان هناك فائزون في الفرع الأول وهو القرآن الكريم مع فهم مقاصده، كما سنسمع كان الفائز الأول والثاني من أبنائنا وهم جميعا أبناؤنا، وكذلك في الفرع الثاني الصوت الحسن، وكذلك في الناشئة. وهذا يستدعي أن نشكر اللجنة المنظمة
التي عملت على مضايع عام كامل بمسابقات محلية وبحثت بأقصى جهودها لتقديم أفضل النوابغ المتميزة مما أدى إلى هذا التميز، وأيضا بنسعد بكل أبنائنا الفائزين من كل دول العالم. وأختم الحقيقة بأننا نعمل في خدمة القرآن الكريم من خلال ثلاثة جوانب: الجانب الأول حفظه وتجويده، ولهذا توسعنا في إنشاء المدارس القرآنية، وقلت في الافتتاح أننا نفتتح 50 مدرسة كل 3 أشهر، وبلغت المدارس 1150 مدرسة، كما نتوسع في مكاتب التحفيظ العصرية وإعداد مراكز محفظي القرآن الكريم، ونجتهد قدر استطاعتنا ما وسعنا السبيل في إكرام أهل القرآن. الجانب الثاني، وهو بالتوازي مع هذه المسابقة، هناك مسابقة أخرى بل مسابقات حول تفسير القرآن الكريم وفهم مقاصده ومعانيه، فكانت المسابقة الثقافية الكبرى، وهناك مسابقة خاصة في علم التفسير للمتخصصين من أعضاء هيئة التدريس من الجامعيين ومن الأئمة. ولا يقف دورنا عند قضية التفسير وفهم المقاصد، بل أصبح من واجبنا العمل على تصحيح المفاهيم الخاطئة التي نشأت من محاولات بعض الجماعات الضالة لانحراف ببعض نصوص القرآن الكريم عن غاياتها ومقاصدها الصحيحة، أو اقتطاعها واجتزاءها من سياقها، أو تفسيرها على غير ما يحتمله صحيح التفسير، وهو مهمتنا في تصحيح المفاهيم الخاطئة. أما المحور الثالث، وهو موضوع خطبة الجمعة في الجمعة القادمة على مستوى الجمهورية، الجوانب الأخلاقية في القرآن الكريم، فبركة العلم في العمل به، وبركة القرآن في العمل به. وقلنا يا أهل القرآن، القرآن لكم، القرآن لكم فلا تجعلوه عليكم، القرآن لكم فلا تجعلوه عليكم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. وفي هذا، وكان أيضا سيدنا سالم مولى أبي حذيفة يقول: يا أهل القرآن، يا أهل القرآن زينوا القرآن بأعمالكم، يا أهل القرآن كما تزينون القرآن بأصواتكم زينوا القرآن بأعمالكم. وكان يقول: بئس حامل القرآن أنا إن أوتي المسلمون من جهتي، أي أن حامل القرآن يجب أن يكون يعني شيئا عظيما في المجتمع، كما كانت السيدة عائشة رضي الله عنها تصف سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فتقول: كان قرآنا يمشي على الأرض، أتقرأ القرآن؟ قال: نعم. قالت: هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قرآنا يمشي على الأرض، أي كانت أفعاله وحركاته وسكناته ترجمة حقيقية لكتاب الله أو لما جاء في كتاب الله عز وجل. إذا كان المطلوب من أهل العلم أن يكونوا قدوة بأعمالهم وأخلاقهم وتعففهم، فأهل القرآن أولى الناس بذلك، وهم الذين يتلون بين جنباتهم وجنباتنا ليل نهار، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا.
أليس الله بكاف عبده؟ أليس الله بكاف عبده؟ ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهدي الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام؟ علينا كل واحد منا أن يؤمن بأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه وما أصابه لم يكن ليخطئه. رفعت الأقلام وجفت الصحف، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، حتى عرف بعضهم الإيمان بأنه الصدق، فقال الإيمان الحقيقي هو أن تقول الصدق مع ظنك أن الصدق قد يضرك، أن تقول الصدق مع ظنك أن الصدق قد يضرك، وألا تقول الكذب مع ظنك أن الكذب قد ينفعك، لأن إيمانك بالله أغلب على يقينك وأعصم لك من هذا الزلل. وأول هذا كما يقول الشاعر: لا تحسبن العلم ينفع وحده، ما لم يتوج ربه بخلاقي، فإذا رزقت خليقة محمودة فقد اصطفاك مقسم الأرزاق. ويقول الآخر الإمام علي بن عبد العزيز الجرجاني: يقولون لي فيك انقباض، يقولون لي فيك انقباض، وإنما رأوا رجلا عن ساحة الذل أحجما. يقولون هذا مشعب، يقولون هذا مشعب، قلت قد أرى، ولكن نفس الحر تحتمل الظما، ولم أقضي حق العلم. إذا كان هذا في حق العلم فما بالكم بحق القرآن؟ ولم أقضي حق العلم إن كان كلما بدا طمع صيرته لي سلما، ولم أقضي حق العلم إن كان كلما بدا طمع صيرته لي سلما، أأشقى به غرسا وأجنيه ذلة؟ إذن فابتياع الجهل قد كان أحزما، ولو أن أهل العلم صانوه صانهم، ولو عظموه في النفوس لعظم. نسأل الله العلي العظيم أن يعظم القرآن الكريم في نفوسنا، وأن يرزقنا بركته وبركة أهله، وأن يجعله وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم شفيعين لنا يوم الزحام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لمعالي وزير الأوقاف الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة، رئيس المسابقة العالمية للقرآن الكريم، والتي انعقدت في القاهرة في الفترة من 8 وحتى 12 من شهر فبراير من عام 2020.